أمجد بيك، هلا أنت متأكد إنه يلي عم بيسرق مزرعتك من ضيعتي؟ إيه نعم يا مختار متأكد. عم قلك عمال مزرعتي شافوهم بعينهم، يعني معقول نتبلاهم هيك من الباب للطاقة؟ فعلا غريبة. وشو وجه الغرابة بقى؟ يعني اللي بقصده يا أمجد بيك إنه أنا بعرف شباب الضيعة كلهم، وبأكد لك تماما ما في حدا بيناتهم سرسري أو منحرف، ما هيك نزال؟ مزبوط يا أبي مزبوط، كلهم أوادم وما فينا نحط حدا بزمتنا بنوب. أما هي سمعة لكم مين عم يسرق المزرعة؟ تسمح لي أحكي يا أمجد بيك، بس لا تزعل مني. لا ما بزعل، احكي. يا أمجد بيك المثل بيقول ما لك محب إلا وإلك مليون عدو، وفي ناس بيكرهوك وأكيد جايين من ضيعة تانية وحاطين دابن ودابك. هيك قلتك؟ ما في غير هيك. على كل حال رح نعمل اجتماع مع أعضاء المخترة ورح نبحث فيه الموضوع، وما بتكون غير راضي يا أمجد بيك. ألو؟ لحظة يا صديقي، أمجد بيك رئيس المغفر أبو جيكي بده إياك. قالوا نعم. أمجد بيك، نحن مسكنا الحرامي ومعه المسروقات، بقى إذا بتحبوا تشرفونا يا ميت أهلا وسهلا. يلا يلا جاي فورا. أنا لما كنت عم قلنا حط إيديك وإجريك بمي باردة كنت عرفان شو عم قلك، كنت عم برسم خطة للإيقاع بالحرامية. هو صحيح أنا بطول بالي وبصبر عليهم، بس بالأخير بصطادن واحد واحد مثل العصافير بحياتك. يدخل. كرام سيدي، سيدي هذا هو اللص اللي مسكناه عم يسرق مزرعة أمجد بيك وبالجرم المشهود. أبو زكي لا بقى تعذب حالك، لا تساوي شيء على الإطلاق، اللص لازم ياخذ جزاءه العادل، ولا تأخذني انت بهالصورة عم تطمع الحرامية فيك. روحي روحي. روح هناك روح.